عاصم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الإخباري الأسبوعي ريترو فيزور. الجمعة هذه باش نحكيو شوية على العالم العربي، بيان سور تونس جزء من العالم العربي، العالم العربي والإسلامي. والحديث عليه ولا مؤلم في المدة الأخيرة، باعتبار وأنه إذا كان في القرن التاسع عشر الإمبير الأوتومان، السلطنة العثمانية كانت هي اللي يسميها الرجل المريض، لوم مالاد. في القرن 21 المريض هو العالم العربي. العالم العربي اليوم الكل في وضع متفجر لحد كبير جدا مؤلم، ديزيسبيرون هوبليس. العراق احترقت، العراق وما أدراك، دمشق تحترق، وادي النيل، القاهرة والسودان، ولا جوز دول السودان، يمكن تولي خمسة دول لأنه يعني ثم ثلاثة دول باش يطلعوا في الشمال، في الكردوفان، ويمكن منطقة كذلك الدارفور والسودان هذيك اللي فيها الخرطوم، والجنوب أبيي من جهة، وجماعة أخرين يحبوا زادا يعملوا بارتيسيون في الجنوب. ليبيا مشات انتهت، تونس اليوم يحبوا يعملوا فيها إمارات إسلامية، الجزائر قتال الموت، إسكاردون دلامور اللي يظهر له من بعد الربيع العربي يحب يهبط على الجزائر، وبالتالي احنا في لومالاد ريالمون، والوضع متاعنا ما يعجبش بالكل، والشباب متاعنا ماهوش المستقبل الحلو اللي قاعدين نحضر لهم فيه. الدمية شلتلها بارتو، مؤامرات، تقسيمات، الوضع مؤلم، ووضع يشبه عشية الحروب الصليبية، لافي متاع الحروب الصليبية، يشبه إلى حد كبير جدا. والقيادات اللي طلع في العالم العربي من بعد عبد الناصر وعبد الكريم قاسم وصدام حسين وبورقيبة وبومدين وبنبلة، اليوم تشوفوا معناها مش لازم نسميهم، معناها كما قال ابن زيدون: مما يؤلمني في أرض أندلس وجود معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير سلطنة، كالهري يحكي انتفاخا ثورة الأسدي. لما لد تركيا من بعد جو الرجال، جاء أنور باشا وجاء كذلك مصطفى كمال أتاتورك، ونهار عايت عيتا، ومن بعد العيت هذيك حرر البلاد وكل بعد ما قسموها تركيا واحتلوها، ومن 700,000 كيلومتر مربع عطاوها 150,000 كيلومتر مربع كلها غابات وغيره. نهار كان قاعد صرخ صرخة كبيرة سموه لولوغرين، بعد الصرخة هذيك في عامين حرر تركيا كلها واسترجع 750,000 تقريبا كيلومتر مربع متاع تركيا. اليوم أحوجنا إلى رجال كما مصطفى كمال أتاتورك، والرجال كما عبد الناصر، والرجال كما ضباط الحرار، والرجال كما بورقيبة وبومدين وعبد الكريم قاسم وسالم ربيع علي وشكري القويتلي وهواري بومدين، الرجال اللي صنعوا التاريخ وحروا العالم العربي ودخلوا به إلى عالم الحداثة في منتصف القرن العشرين. اليوم قاعدين ندخلوا إلى فترة إقطاعية جديدة، والفترة الإقطاعية الجديدة قوامها الإسلاموفاشية، هذا المفهوم الجديد اللي موجود وتخدم فيه بعض الدول. مش نحكيو في هذا، ثم مهاجر عربي تونسي، هو ولدنا تونسي، هو من ولادنا، من زلاص، معناها من قلب تونس، ويعيش في جنيف، اللي هو رياض السداوي تعرفوه، اللي هو مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. مش نحكيو على الوضع المؤلم إلى حد كبير اللي عايشين في العالم العربي. رياض مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا لك سي سفيان على الدعوة الكريمة واللطيفة. ألا نبدأ نحل التوفقني رأي، وأنه نحن الرجل المريض متاع القرن. نعم نعم، أنا في محاضرات أقول هل نحن نعيش ربيع عربي أم كابوس عربي؟ كابوس عربي، اختلط الحابل بالنابل، ضاعت البوصلة، شيوخ، فقهاء، بترول، دولار، إعلام ضخم جدا، من أجل ماذا؟ وصلنا أنه تقصف طرابلس، تقصف والناس يقولوا الله أكبر. مالك بن النبي اللي هو مفكر جزائري عظيم كتب في الستينات، قالوا نحن شعوب أصبنا بالقابلية للاستعمار، الآن أصبنا بالقابلية للقصف. تقصفي، أنا مرة من نوتيل ماشي فرانس 24، عندي برنامج، شوفير تاكسي واحد جزائري عمره 20-21 سنة، يتكلمك الفرنسوية تو إلى آخرك من لي بونليو، يقولي مون فرا دي لا فيريتي، دي لا فيريتي، كومون ساركوزي بومبارد ليبيان، ويل ديز الله أكبر، مي سون دي زامبيسيل، سون دي كون، مي كومون سا. والحاج برنار هنري ليفي، نعم، وبرنار هنري ليفي المعروف الصهيوني الفرنسي المعروف، يقود الثورة في ليبيا ويقود الثورة في سوريا إلى آخره. اختلط البوصلة، الجهاد النفير فين؟ في سوريا. تو سوريا قصفها الجيش الإسرائيلي مرة، قصفها اثنين، قصفها ثلاث، وما زالوا ينظروا للجهاد فين؟ في سوريا. مش كل نظر للجهاد في فلسطين، أشكل نظر للجهاد في قطر، قالوا لي كيفاش الجهاد في قطر وفي السعودية؟ نعم، عودة لفقه الجهاد، حتى ما تضيعش البوصلة، عندنا فقه في الجهاد، ديار الحرب وديار الإسلام. في ديار الحرب الجهاد يصبح جهاد ودفع وليس حتى جهاد طلب، جهاد ودفع هو
طرد وتحرير أراضي المسلمين من من يحتلها من غير المسلمين. نشوفوا الخريطة، يعني اليوم الجهاد ما ينجم يكون كيف في فلسطين، في فلسطين لا، حتى في قطر ولا في البلدان اللي مستعملة بقواعد عسكرية، عسكرية أجنبية، لأن قطر فيها العديد والسيلية وهي تمول بنسبة 60% من أمير قطر. يعني الضابط الأمريكي كيأكل هامبورغر 60% يدفع أمير قطر. الطائرة F-16 كما تطلع وتضرب وتقصف كابول، تقصف طالبان، تقصف بغداد، تقصف طرابلس، يحبوا يقصفوا دمشق، تدفع ثمنها 60% قطر. وثم هي قواعد مجانية، لأول مرة في القواعد العسكرية الأجنبية أن الدولة تستضيف مجان، لا ونزيد نخلصك أنا وندفع لك. دمار سوريا تكلف تقريبا 10 مليار دولارات إلى الآن، دمار ليبيا بين 4 و 6 مليار دولار، تدمير العراق صدام حسين حوالي 65 مليار دولار، هم أنفسهم ديما يدفعوا في الفواتير، لأن الصاروخ توماهوك كروز اللي يقصف بغداد أو طرابلس وحب يقصف سوريا يكلف بين مليون ومليون نص دولار حسب الجيل المتطور، من يدفع ثمنه دائما هم نفس الناس. يعني اللي غيرك صاروخ جوز مليار دولار تونس يقصف العرب، والعرب قاعدين يموتوا بالشرف في السودان. أحسنت يا ودي، هذا 65 مليار و4 مليارات و10 مليارات حوالي 100 مليار دولار. تعرف ميزانية تونس كم؟ هي 26 مليار دينار، ما يعادل 17 مليار دولار. ما يعطوناش، ما يساعدوناش، ما يعطوناش قروض، لكن يمولون حروب أمريكا على العرب. يعني 5 أو 6 سوية يقصوا بها. أحسنت أحسنت، بفلوس العرب يدمرون العرب، واختلط الحابل بالنابل والقصة أصبحت معروفة. لكن أعتقد أنهم اصطدموا بشيء كبير جدا سنعرفه فيما بعد. سنعرفه فيما بعد. نبدأ بالنشاط الأول متاعنا نهار الأحد، البريك متاعنا زوم. شوف معايا الروبورتاج هذا على سعدي القذافي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً أنا أعتذر إلى الشعب الليبي وأعتذر إلى الأخوة الكرام في الدولة الليبية على ما قمت به من قلاقل وقمت به من زعزعة للاستقرار والأمن في ليبيا. وأنا أقر أن هذه الأمور كانت أمور خاطئة، وما كان ينبغي لي أن أقوم بهذه الأعمال، بل كان الأجدر بي هي عونهم ومساعدتهم في النهوض بهذه البلاد والرقي بها. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأنا أدعو إلى كل الناس الذين يحملون السلاح أن ينزعوا سلاحهم. لا ينبغي أن يحمل أحد السلاح في ليبيا إلا الدولة، وأن يلجأوا إلى الصلح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وبهذه المناسبة أنا أتقدم إلى الأخوة الأفاضل الكرام في الحكومة الليبية وفي المؤتمر الوطني، أتقدم إليهم بالعفو والصفح الجميل على ما قمت به من هذه الأعمال الخاطئة. ليبيا، هل أنه ثم اليوم صلح الشجعان في ليبيا؟ اليوم التوبة، شو قاعد يصير في ليبيا الآن حسب رأيك بالضبط؟ هذا كلام سعدي قذافي، كنت واقعش فيه. في ليبيا ثم خراب تام. أول شيء الدولة الليبية سقطت، لأنه ما حدث هو تدمير دولة القذافي، نظام القذافي وحكومة القذافي على عكس تونس ومصر. إذن ثم فوضى عارمة وخراب كامل. لا يوجد جيش وطني موحد. تناقشت مع في ندوة علمية مع عقيد في الجيش الليبي، قال لي: الآخرون الآخر يرفضوا أنه يكون عندنا جيش وطني ليوحد البلاد وليؤمن البلاد. وفي هذا الإطار تم اغتيال عبد الفتاح يونس حتى لا يبني هذا الجيش الوطني الذي يرث دولة القذافي ويحافظ على الوحدة الوطنية في ليبيا. المخطط أصبح واضحا، فوضى عارمة، ثم الخريطة القديمة لليبيا، خريطة برنار هنري ليفي الصهيوني الفرنسي الذي يعني يتحكم في شؤون الليبية والذي دعم هذه الثورة. فثم خريطة أنه ليبيا ثلاثة دول كما كانت في السابق: دولة برقة وعاصمتها بنغازي، دولة الغرب وعاصمتها طرابلس، دولة الجنوب وعاصمتها فزان. لكن الأتعس من ذلك عندنا الآن مشروع أكثر من حتى هذه الثلاثة دول. اليوم نعرف أن مصرات عندها ميليشيا دولة خاصة بها، الزنتان عندها ميليشيا دولة خاصة بها، مثلا سيف الإسلام القذافي ليس في يدي الحكومة الليبية، هو في يدي ميليشيات الزنتان. نفس الشيء في الجنوب إلى آخره، القبائل الجميع مسلح، السلاح في كل مكان، المافيا عندها سلاح، مواطن عادي ممكن يدخل دبابة لداره، القبائل مسلحة، الأحزاب مسلحة، الجماعات الإسلامية مسلحة، الجهادية مسلحة. هذا السلاح يذهب إلى الجزائر، يدخل إلى تونس، يدخل إلى وصل إلى مصر وإلى سيناء، أسقط طائرة هليكوبتر بصواريخ. حتى حسين هيك قال الأسبوع هذا وأنه الوضع في ليبيا أكثر معناه تفجير وخطر على مصر من أوضاع أخرى حتى على حدود شرقية. بالتأكيد لو تابلو إنوار، الكلمة هذه قلتها في فرانس 24 بالفرنسية منذ بداية الثورة الليبية.
هما يجوا من الغرب الحلف الناتو أقصف 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 مش نعملوا ديمقراطية ونعملوا انتخابات هكا كم صيبة. الديمقراطية ثقافة تبنى وعي سياسي تعود، احنا في تونس متعودين على الانتخابات. انت حكيت على بنارون ليفي اللي هو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي وقلت لحد الآن يتحكم بمجال الأمور في ليبيا، ثم كذلك دولة قطر اللي عندها دور كبير في ليبيا. نعم قطر شاركت في الحرب على ليبيا، الطائرين القطريين الأشاوس قادوا طائرات وقصفوا طرابلس وقصفوا سرت، ما ولا عندنا طائرين عرب ويشاركونا في المعارك. يا ليت راكم دافعتوا على غزة وعلى فلسطين حتى طلع جوية واحد، اكتشفنا أنه عندنا طائرين أشاوس جايين مع الحلف الأطلسي اللي يقصفوا يضربوا يدمروا ويحطموا. كل فواتير قصف ليبيا وتدمير ليبيا دفعتها قطر كاش بالفلوس، لأن الصاروخ توماهوك كروز لما يوصلوا الأمريكان ويساوي مليون ونص دولار هذا مكلف، المواطن الأمريكي غير مستعد أن يدفع فواتير هذه الحروب، لأن أمريكا دولة ديمقراطية دفع الضرائب. يقول في الكونغرس أنا لا أعطي لوكالة مخابرات المركزية الأمريكية أو الجيش الأمريكي أموال وأنا في أزمة سياسية وفي أزمة عفوا اقتصادية هيكلية بنيوية، من يدفع هذه الفواتير؟ أنتم تدفعها بالمال العربي، نقصف العواصم العربية وندمر العواصم العربية، وقصف أقصف أضرب أضرب دمر الانسلاسيون الكتريك، أضرب منشآت الهاتف، أضرب منشآت التلفزيون حتى نبني والمياه حتى نبني عقود جديدة. الغريب في الأمر أنه هذا يغلف أيضا بالغلاف الديني، يوسف القرضاوي أنا أفتي للناتو لقصف طرابلس وقصف دمشق وقصف سوريا وتدخل عسكري ضد هذا الذي يقتل شعبه. يوسف القرضاوي منذ متى رجال الدين الإسلاميين يفتون للحلف الأطلسي بقصف العواصم العربية؟ هو لمحالة كان تعب إلى آخره، وهل يحتاج جنرالات الناتو طبعا مجتمعين مارشالات وجنرالات ويخطوا القصف العواصم العربية يحتاجوا تتصور لفتوى يوسف القرضاوي؟ إذن تقولي ما هو دوره؟ دوره هو تغييب الشعوب، تخدير الناس. أمير قطر يوسف القرضاوي للشؤون المعنوية في الحروب، أنت مسؤول عن الشؤون المعنوية الدينية، هي أعطيني فتوى للحلف الأطلسي حتى يقصف العاصمة العربية. ومن هنا جاءت طبعا التسمية الشهيرة أن القرضاوي هو مفتي الناتو الرسمي في هذا الكابوس العربي. ما دام جبت على مفتي الناتو جبت على قطر والقرضاوي، نوريك حاجة على قطر ظهرت في التلفزيون الأوروبية هالنهارين. Le Qatar organisera la Coupe du Monde de football en 2022. C'est un chantier gigantesque à l'échelle d'un si petit pays. Mais comme l'argent écoule à flot grâce aux troisièmes réserves de gaz mondial, ce n'est pas vraiment un problème. Du monde entier, et notamment des pays pauvres, convergent vers Doha une main-d'œuvre prête à tous les sacrifices pour un bon salaire. Mais arrivé sur place, la réalité est souvent bien différente. Passeport confisqué, droit du travail inexistant et conditions de vie déplorables. Le quotidien britannique Le Guardian a révélé que près de 400 travailleurs népalais, qui constituent l'un des groupes les plus nombreux de la main-d'œuvre étrangère, avaient déjà trouvé la mort au Qatar dans des circonstances souvent suspectes. Un scandale qui éclabousse un pays qui souhaitait s'acheter une image vertueuse grâce à cette Coupe du Monde. Qatar, la face cachée de l'Eldorado. Reportage pour France 24, signé Constantin. À l'aéroport de Katmandou, c'est un balai quotidien. Chaque jour, des centaines de travailleurs népalais partent chercher la fortune dans les pays du Golfe. Chaque soir, des dizaines de familles attendent le retour d'un des leurs. Mais ces retrouvailles sont parfois bien tristes. Sur les chariots, on les distinguerait à peine s'ils n'étaient de la couleur du sang, des cercueils. En quelques heures, nous en avons vu passer quatre. L'année dernière, plus de 500 Népalais sont rentrés du Golfe entre quatre planches. En général, les gens arrivent de là-bas avec beaucoup d'argent. Mais nous, c'est un cadavre que nous récupérons. Mettez-le dans le véhicule. Raju vivait au Qatar depuis 2 ans avec son frère cadet. Un frère décédé le 14 janvier. Pour lui, cet Eldorado est un mirage. Le Qatar est un mauvais pays, voilà ce que je pense. كما قلت تايرين قطريين يقصوا في ليبيا البرومات للدولادو وجنهم هما عندهم جهنم في بلادهم أكثر من 400 عام نيبالي ماتوا يعني وهذه توا باش تاخذ يمكن بعد جديد مع كأس العالم. نعم والله كأس العالم مهم. أول شيء قطر أخذته برشوة، معروف أنها دفعت ملايين ومليارات الدولارات ورشاوي، ثم ثاني شيء معاملة العمال، ثم حتى معاملة العرب، ثم معاملة القطريين. الشاعر محمد الذيب العجبي مرمي في السجن
ولا حد يتحدث عنه. يحكي على قصيدة الذي قصيدة كلنا تونس ياسمين وعقبال البلد اللي جاء الحاكمها ويحسب أن العز بالقوات الأمريكية لأنه فيها العديد والسيلية رمى حاكم قطر في سجن مؤبد. تحركنا عليه احنا نتذكر معاك فصل المقال خفضوا ال 15 سنة لكن نسيا وأنا رئيس اللجنة الدولية لإطلاق سراح. ثم محمود بناب الإعلامي التونسي اللي أسس له الجزيرة الأطفال وبراعم مسكين فكلوا باسبور وممنوع من السفر ومن الخروج. ثم العمالة الوافدة كيفاش يعملوها باحتقار كبير واسكلافاج. تعرف متى الكفيل ياخذ جواز سفره ويحدد حتى سفره وانتقال من مدينة إلى مدينة مع عنصرية تامة مع عمل كالعبيد. منظمة الأمم المتحدة قالت توقف وهذه عبودية القرن 21 هذا نظام الكفيل هذا كله يمارس من أجل ماذا؟ من أجل البرستيج. وهل أنه البترو دولار ولا البترو غاز الدولار الغازي القطري يحول دون وانو الكونسيونس الاوروبيه تتحرك كاينها كلوروفورمي يعني يشوفوا القشه في عين سوريا ما يشوفوش المدريه في عين واحد اخر. نعم سياسه الكيل بميكيالين عايش في اوروبا تعودنا به. سياسه الكيل بميكيالين هو مهاجمه الانظمه الوطنيه صدام حسين يردوا شيطان رجيم بشار الاسد شيطان رجيم القذافي شيطان رجيم لكن جوا قطر والسعودي صمت مطلق فلوس داخله. تعرف قطر شرت باريس سان جيرمان والسعوديه شرت يونايتد الانجليزي ناس تشري في نوادي رياضيه غاليه الثمن. تعرف كم وضعوا الاف المليارات الدولارات قلنا في امريكا 2500 مليار دولار وخسروا منهم 1000 مليار دولار في بورصه وول ستريت من قطر والسعود بينما الشعب التونسي عايش على ميزانيه سنويه ب 17 مليار دولار فقط. إذن هذه الدولة تقدم نفسها كراعية للثورة العربية والديمقراطية. نحكو أنا بما أننا نحكو على الماتش كورة وعلى كوب فاندو سنة 2022 تعرف شنو قال؟ أنه عندنا مشكلة الآن طيب كيفاش يلعبوا في جوان وجويلية درجة الحرارة 47 درجة لأنه يعملوا مكيفات أي مش يعملوا ملاعب بالمكيفات ملاعب كبيرة يعني كما ملاعب كبيرة ومكيفات بالضبط. طبعا أنا أعتقد الكثير يقولون لن يحدث ذلك في قطر لأنه مستحيل تقنيا. هم قادة الفيفا خذوا رشاوي خذوا فلوس خذوا الباكو ووافقوا على قطر لكن تقنيا لا يمكن. كيفاش تلعب أنت بالمكيفات وثم إذا تخسر كم مليارات من الدولارات ستخسرها من أجل المكيفات. أنت تخسر في مليارات دولارات من أجل الملاعب مكيفة تخسر في مليارات الدولارات لقصف طرابلس وتخسر مليارات الدولارات لقصف بغداد وتدمير العراق ولقصف سوريا تدمير سوريا. إيش خليت ولماذا علاش ما تستثمروش نهار في بناء مصانع سيارات في تونس أو في مصر أو في غيرها؟ علاش ما تستثمروش في الفلاحة؟ علاش ما تردوش الصحراء العربية الجنة؟ توصل للعلاقة قطر بتونس ثم كذلك أشكالية أخرى وأن الصورة متاع العرب في الوسائل الإعلام الأوروبية انطلاقا من المستجدات الداخلية ولات مدولة مدمرة. نحب نوريك نهار ثلاثة يحكي على الفتاة التونسية المغتصبة في فرانس 3 شوف معنا. Une jeune femme traumatisée après avoir été violée par deux policiers tunisiens en septembre 2012. On s'est assis dans la voiture avec mon petit ami, ils sont venus et là ils m'ont emmené avec eux dans leur voiture. Le premier m'a violée et après ils ont changé de place. Et le... changer de place, le deuxième aussi m'a violée dans leur voiture. Alors le deuxième qui m'a violée, il m'a emmenée vers ma voiture. Il m'a violée encore une fois dans ma voiture. Meriem est alors renvoyée de clinique en hôpital pour être examinée, puis de commissariat en commissariat pour parvenir à porter plainte, malgré les pressions des policiers. Chacun... À tout droit, il m'a ramené dans un coin, il me disait qu'il ne fallait pas porter plainte et que vos parents vont être au courant et tout ça. الجمعة هذه تعدد نهار ثلاثة في فرنسا تروا يعني غريب الصورة بتاعنا مدمرة إلى حد كبير بلدان الربيع والحرية والديمقراطية والكرامة والأنف والعزم وشوف الصور اللي خلينا نشوفها. لماذا لا يختارون صور 40,000 سجين رأي في السعودية؟ ولماذا لا يختارون 4,000 فقيه وعالم منفيين أو مضروبين من الكلام في السعودية؟ لماذا لا يتحدثون عن العبودية والكفيل في قطر والسعودية؟ لماذا لا يتحدثون عن العديد والسيلية في السعودية في قطر؟ لماذا لا يتحدثون عن محمد ذيب العجمي وهو الشاعر الربيع العربي الحقيقي؟ لأنه عندنا اثنين ربيع عربي، ربيع عربي حقيقي وعبر عنه الشاعر محمد ذيب العجمي في أفضل التعبير في قصيدة الخالد الياسمين كلنا تونس، وربيع عربي مزيف كونتر فاسون خرج من العديد والسيلية وقعت الظاهرة الجوية وغيرها ومن قطر وهيمن على المشهد. فهم يجوا للجمهوريات
والوطنيه والتقدميه واللي عندها شويه سياده واللي فيها حراك ديمقراطي ويشوه ديما يلقوا الصور هذه البسيطه. لكن من يتحدث عن التعذيب في قطر؟ من يتحدث عن تعذيب في السعوديه؟ سياسه الكيل بمكيالين وانا عايشه في اوروبا فدينا منها ملينا منها لم نعد نتحملها اصلا لأن النفاق المقدس تجاوز كل حدود. لا اهتموا ايضا بما يحدث في مملكه الصمت وهذا تقرير منظمه العفو الدوليه حول السعوديه، اهتموا بما يحدث في قطر، اهتموا بأصدقائكم أيضا، لكنهم دائما يحموم ويغتوم. المساوى كلها موجودة في الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي سوريا والعراق صدام حسين. شارك اكتيفيتي أخرى عن هذا الثلاثة فيما يخص تونس. شوف معايا معز جودي ايش يقول. اليوم مش عنا الارقام اللي عنا اليوم، عنا باش نعطيك ارقام رسميه دونك السورس وزاره الاقتصاد والماليه باش نكونوا واضحين. اليوم في 2010 وقت اللي معناتها بدات الثوره التونسيه نسبه البطاله كانت 13%، اليوم نسبه البطاله في تونس 15.3%، معناتها ما تحسنتش. واللي وقع انتدابهم معناتها اونتر تون وقع انتدابهم في الوظيفه العموميه، زدنا ثقلنا معناتها على كاهل ميزانيه الدوله، واليوم قرابه 700,000 موظف ولاو عندنا في الوظيفه العموميه، والانتدابات الاحزاب هذه الديمقراطيه معناتها الانتدابات وقعت حسب ولاءات حزبيه وحسب معناتها ديكريتي او كواردين في كراس الشروط، معناتها اللي تابع واللي عنده فهمتي معناتها عفو تشريعي هذاك عنده الاولويه معناتها في الانتداب من غير ما نلتجئوا للكفاءه ونشوفوا معناتها شروط من النوع هذايا. في نفس الوقت ش عندنا؟ عندنا 242,000 شاب تونسي متحصل على شهادة عليا اليوم في حالة بطالة، 242,000 رقم مهول. وش عنا؟ عنا في الثلاث سنين هذوما بعد الثورة التونسية الشباب التونسي اللي خرج وطلق صدره الكرتوش شنو باش يورث؟ باش يورث بلاد ما فيها شغل وفيها نسبة نمو هشة 2.5%، وباش يورث بلاد مكبلة بديون. اليوم تونس في ظرف ثلاث سنين 16 مليار دينار، 16,000 مليون دينار وقع اقتراضها. شكون باش يخلصهم الديون هذوما؟ باش يخلصهم دون 3-4-5 ans اكي الشباب هذاك التونسي اللي هو عاطل على العمل واللي هو باش يجبد من جيبه وباش يخلص معناتها على كل الادات نتاع ناس تصرف بطريقه نرجعوا له هذا هذا تنقل الى حد كبير البيلون تاع حكومتي الترويكا، بيلون مدمر الى حد كبير. الاقتصاد التونسي في كارثه. أنا أتي كل مرة 3-4 شهور نجي نشوف الأسعار ترتفع فجأة في كل شيء من القهاوي إلى آخر اللحم إلى آخر إلى آخر. إذن الاقتصاد التونسي في كارثة. أهم شيء يميز حكومة ترويكا أنها فشلت فشلا ذريعا وعجزا تاما في جلب أموال من الخارج. نبدأ بالجزائر. الجزائر سيدي هذه عندها أكثر من 200 مليار دولار في الخزينة بتاعها، يسموها بالفرنسوي لارجون فري. الأمريكا راهي دولة مفلسة، فرنسا دولة مفلسة، بريطانيا دولة مفلسة. الجزائر يمشي سيد الرئيس مصر مرزوقي إلى ليبيا أمام ميليشيات لا نعرف من أتى بها ويقول ويهاجم الجيش الجزائري والدولة الجزائرية والتجربة الديمقراطية الجزائرية. غضب الجزائريين، ردوا عليه بعنف، وطبعا لن يساعدوا تونس، وهذا حق من حقوق، مش ممكن واحد يتهم بتلك التهم ويساعدوا تونس. الجزائر سلفت صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار. احنا في تونس مشينا صندوق النقد الدولي ياخذين منه مليار دولار على دفعتين بشروط اجتماعيه مجحفه، منها التخلي عن سياسه الدعم. خليها الخبزه في تونس ب4 و5 دينارات، اشبه الخبزه في نيويورك ب4 دولارات 3 دولارات، وفي جنيف ب3 فرنكات، وفي في في باريس بزوز ولا 3 يورو، حتى في تونس تولي ب5-6 دينارات. هذه سياسه صندوق النقد الدولي. خلينا جارنا اللي عندنا مع الكفاح المشترك اللي عنده 200 مليار دولار واللي هو سلف صندوق النقد الدولي وهاجمناه وسبيناه ومشينا نشحته من صندوق النقد الدولي. نفس الشيء وضعنا كل بيضنا في السله القطريه. قطر هي المعجزه. نذكر الحكومة الترويكا كانت تقول ان ليبيا ستحل مشكله التشغيل في تونس، 100,000 سيعملون في 400,000 ما تنشغلش. كانش باش يعملوا في الميليشيات فهمت للتقاتل والتناحر والتفجير والقتل. اذا تركنا الاخوة الشقيق اللي نعملوا عليه المستقر القوي اللي عنده اموال وهجمناه وذهبنا الى فوضى لا نعرف كيف تسببت والى اين ستذهب. في نفس الوقت وضعنا كل بيضنا في السله القطريه وندافع على قطر بموجب وبموجب، فاذا بقيه دول الخليج التي تمتلك هذه السيوله النقديه لن تساعد تونس. قطر ماذا اعطت لتونس؟ 500 مليون دولار كما قلنا ب 3% ايامات الباجي قايد السبسي، اليابان 300 مليون دولار ب1% اقل بكثير، سنه 2012 عندي الرقم 248 مليون دينار اللي هو تقريبا 100 مليون يورو. كلام فارغ. إذن لربحنا لا الدين ولا الدنيا، لا خذينا من أصدقاء ولا أشقاء العادين الأموال ولا أيضا ربحنا من هذه قطر اللي حطينا كل بيضنا في سلتها.
يعني خاسرين قول انت دنيا واخر في نفس الاطار بتاع التطور هذا ثم ارقام خلت هالنهارين جريده خلت ارقام حول الاستفتاء اللي عملته حركه النهضه نشوفوا اش يقول المقال هذا. النهضه حكمت 11 مليون تونسي ب 38 الف منخرط فقط، يعني كان 38 الف شاركوا في الاستفتاء عملته حركه النهضه حول المؤتمر نتاعها يعني باش يعملوه العاشر تو ولا لا. يعني ارقام الاحزاب في تونس يعني هي بو الاحزاب هذه في العلوم السياسيه ندخل ثم احزاب النخبه والاحزاب الجماهيريه اي بالضبط، وثم ايضا تقليد مثلا في امريكا الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي ليس لديه هيكل كبير ومنخرطين كبير، ثم الاحزاب الكلاسيكيه مثلا الشيوعيه او الاشتراكيه تفرض انه عدد كبير من المنخرطين لها، ثم احزاب تعتمد على يسمون نويو دور النويو دور ثم تبحث عن المتعاطفين مثلا حركه النهضه نجحت في انتخابات بمود اوردر نخبوا اللي يخافوا ربي ثم يعني عملية التعامل مع الدين في تونس ودور الدين في المجتمع إلى آخره كالمودورد حتى تبحث عن الكثير من المتعاطفين طبعا، وثم الناس دائما تبحث عن الحلم على التجديد على شيء جديد فنجحت في طرد ذلك. لكن في الحزب يختار هو حسب رأي طبيعته هل يكون حزب جماهيري يفرض حتى على المتعاطفين معه أن ينخرطوا فيه أو يكون حزب نخبة وحزب كوادر فقط وبعد في الحملة الانتخابية يجند ويجيش يعني الأنصار. هذا هو الفرق في الواقع بين الحزب مثلا الجمهوري والديمقراطي او الحزب الشيوعي. اذا نرى ان حركه النهضه اقرب الى نموذج الحزب الديمقراطي او الجمهوري في امريكا. بالنسبه لنهار الاربعاء المهدي جمعه مع عمل زياره امريكا طال شوي لحد ما نشوفوا هذايا في جامعه امريكيه اش قال. Almost majority of the companies who were present in Tunisia they still there and they increased their investments. That's why the level of the foreign investment did not was not reduced in a big way. So today there is fundamental reasons and there is reasons linked to the period that we live. With this peaceful and negotiated issue with the vote of the constitution, with the new atmospheric climate in Tunisia, we can give the visibility that the investors were expecting and lost these three last years. I was في Columbia Business School في زيارة نتاع مهدي جمعة لأمريكا. في نفس الوقت ثم مقال. المقال خرج عندكم يزولي في التقدمية المقال يحكي على واشنطن والربيع العربي ماذا بينا نشوفوه المقال يوليهون فلا كاتب أمريكي واشنطن استخدمت البلاد وسط أمريكي والربيع العربي جزء مشروع الشرق الأوسط الكبير خلاص في السيتي بتاعكم نعم. هل أن أمريكا تريد الخير أم تريد الشر للوطن العربي؟ هل أمريكا تريد الديمقراطية أم الديكتاتورية للوطن العربي؟ أنا في جامعات أوروبية لما أعطي محاضرات أقول أكبر عائق للديمقراطية في الوطن العربي هو أمريكا. هل تقبل أمريكا بديمقراطية في قطر؟ هل تقبل أمريكا بديمقراطية في السعودية؟ ديمقراطية في السعودية يعني برميل بترول $1000. إيغو شافيز نجح في انتخابات الله يرحمه نقول والله يرحمه إيغو شافيز كان عربيا أكثر من كثير من العرب نجح في الانتخابات ووصل رئيس الحكم وكانت مخابرات مركزية الأمريكية قامت بمحاولة انقلاب ضده. لماذا؟ لأنه ثم فقط المصالح إذن بالنسبة لي أمريكا عدوة لأي تجربة ديمقراطية في الوطن العربي. إذن ماذا تريد؟ أخشى ما أخشاه وهذه فكرة هامة أنه الرأسمالية المتوحشة لما تدخل في أزمة بنيوية هيكلية خراب تحل تناقضاتها فقط بالحروب. أزمة 1929 شنو الحل؟ الحرب العالمية الثانية دمر لما تدمر ستبني. نفس الشيء الأزمة الرهن العقاري الأمريكية متاع 2000 أواخر 2007 إلى حد اليوم موجودة. إلى حد اليوم الاقتصاد الأمريكي منكمش تعرف هم حاولوا تسخين الاقتصاد عبر التخفيض في سعر الفائدة بين 0.25% وإلى حد الآن لم يسخن الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي والبريطاني والفرنسي منهار. فبالتالي حل هذا التناقض عبر الحروب في الوطن العربي. أقصف طرابلس في منشآت الكهرباء، أقصف سوريا، أقصف العراق حتى نبني من جديد. في مقابل ذلك
وهذا نتمنى من السيد مهدي جمع أن يذهب إلى هذه الدول. ثم شيء اسمه دول البريكس. ما هي دول البريكس؟ هي البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا، روسيا والصين. الخمسة دول هذه سيدي تحقق في نمو اقتصادي هائل، عندها أموال طائلة، عندها سيولة نقدية. تعرفون أمريكا مديونة مخنوقة بالديون لصالح الصين أو لا؟ هذه الدول تستطيع أن تساعد تونس وغير تونس، وعملت نموذج تقدم هائل جدا. وهذه الدول وقفت وقالت لا في مجلس الأمن ضد قصف سوريا وضد العدوان العسكري على سوريا 3 مرات. الروس والصينيين استخدموا حق الفيتو، كان حق واحد فيتو يكفي، والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا قالوا لا للعدوان. شكرا لهم جميعا لأنهم أثبتوا أنهم أكثر عروبة وأكثر وطنية من كثير من العرب، والذين يدعون نشر الحرية والديمقراطية، وهم من أبشع الديكتاتوريات، أبشع الديكتاتوريات التي تتآمر على سوريا وعلى الجزائر وعلى تونس وعلى الديمقراطية في تونس يتآمر عليها وغيرها. هي تلك الديكتاتورية العربية التي توجد فيها قواعد عسكرية أمريكية والتي ممنوع عليها الديمقراطية. أنا قلت له في سفير أمريكي مرة في ندوة دولية في سويسرا الأخير، قلت له تريدوا أن نصدقوا أنكم تنشر في الحرية والديمقراطية؟ طيب انشرها في قطر، محتلين أنت، عندكم الحديد والسيلي، انشر، أتركوا، أفرض على أمير قطر أن يعمل انتخابات لأول مرة في تاريخ شعبه، حروا محمد ذيب العجمي، أعملوا شيء في السعودية في مملكة الصمت. نعرف اللي أنت معناها عندك حساسية خاصة الموضوع هذا، وعندك فيه حتى خبر على مستوى تفريق الرمانة. نرجع نكمل حديثنا هذا الشيخ بعد الفاصل.